السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين المجالات الكهربائية وقانون جاوس للصف 12 متقدم الفصل الدراسي الأول العام 2018-2019. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق مفتاح النجاح بعون الله بإيدك. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. مدونتي لمادة الفيزياء. تقرأ المسألة عدة مرات بتفهمها من أي وحدة. ترسم، الرسم بيوضح لك فكرة الحل وكيفية الحل. وزعت شحنة لكل وحدة طول موجب لمدة بشكل منتظم على امتداد محور واي الموجب من واي تساوي الصفر إلى واي تساوي موجب واحد. أول شيء رسمت محور واي ومحور إكس، والأحمر دليل على الشحنة الموجبة. ووزعت شحنة لكل وحدة طول سالب لمدة بشكل منتظم على امتداد محور واي السالب من واي تساوي الصفر إلى واي تساوي سالب A اللي لونه أزرق. اكتب تعبيرا للمجال الكهربائي مقدارا واتجاها عند نقطة تقع على محور X على مسافة X من نقطة الأصل، هذه هي النقطة. فاخترت وحدة طول من الشحنة الموجبة وهذا مجالها في النقطة، وحللت المجال هذا إلى مركبتين. اخترت وحدة طول من القضيب السالب وهذا مجاله وهي المركبات تبعه. من خلال الشكل بلاحظ المتجه الأزرق على المحور X والمتجه الأحمر على المحور X متساويين في المقدار متعاكسين في الاتجاه، إذن محصلتهم صفر. قبل ما نبدأ بالحل في أساسيات، مثلا بدها تحسب R. R شو هي؟ هي بعد وحدة الطول عن النقطة هذه، وهذه نفسها هي R. إذن R تربيع تساوي X تربيع زائد Y تربيع، و هي بعد وحدة الطول عن نقطة الأصل، وهي هذه. ساين سيتا تساوي المقابل على الوتر، المقابل هو واي والوتر هو ار. كوساين سيتا تساوي المجاور اللي هو اكس على الوتر اللي هو ار. لمدا الكثافة تساوي الشحنة على الطول. هلأ بنجي ندرس مركبة هذا المجال على المحور واي، وتساوي للمجال هذا ضرب ساين سيتا، لأن سيتا هذه تساوي لسيتا هذه. ساين سيتا تساوي المقابل على الوتر، هذا المقابل اللي هو هذا والوتر هو هذا. المجال هذا عبارة عن ثابت كولوم في الشحن العنصري على R تربيع. ليش حطيت سالب هون؟ وين اتجاهها؟ باتجاه محور Y السالب. ساين سيتا عبارة عن Y على R، برتبها بصير بهذا الشكل. الشحنة العنصرية هذه باخدها عبارة عن لمدة في دي واي، اذا لمدة في دي واي هي عبارة عن دي كيو. وR R تربيع هي هذه، R عبارة عن الجذر التربيع إلى X تربيع زائد Y تربيع. تكتب بهذا الشكل وتضرب هذول ببعض. هذه مرفوعة للأس نص، ضرب الأسس جمعها، واحد زائد نص عبارة عن واحد ونص، يعني ثلاثة على اثنين. بنفس الطريقة بالنسبة للمركبة هذه الشحنة السالبة. السالب ليش؟ لأن اتجاهها باتجاه محور واي السالب. سيتا هنا في هذا الاتجاه. دي كيو أخذناها عبارة عن سالب لامدا في دي واي، هذه لأن هذه سالبة. دي كيو تساوي سالب لامدا في دي واي. ساين سيتا هذه، ساين سيتا تساوي واي على آر، واي بالسالب، سالب واي على R، فبتصير بهذا الشكل.
لاحظ نفسه. ففيك أنت في الامتحانات تختصر إنه هذه دائما مركبة هذه تساوي هذه. جبناهن معنا لهون. هلأ بدنا نجري التكامل. المجال الناشئ عن الشحنة الموجبة كلها تساوي لها التكامل للكمية هذه. حدود التكامل من الصفر لأي، من الصفر هذا إلى موجب أي. بطالع خارج التكامل المقادير الثابتة اللي هي ثابت كولوم والكثافة، بضل داخلها واي ودي واي على إكس تربيع زائد واي تربيع بنفس الطريقة للمجال الناشئ عن الشحنة السالبة. لكن حدود التكامل هنا من صفر لسالب A، هناك من صفر لموجب A. لتسهيل العمليات الحسابية نفترض Y تساوي لX تربيع زائد Y تربيع، نشتق ومنها نأخذ DY وتساوي لـ2Y في DY. مين الثابت هنا؟ هذه الثابت. مين المتغير؟ Y. هذا ثابت عندك، لكن Y متغير لأن أنت أخذت دي واي هنا على بعد واي من الصفر، ممكن تاخذها هنا هنا هنا. إذن دي واي هي المتغير لتسهيل الحساب. نجري منعود، هي سالب كي لمدا على 2 في تكامل. منين حتقلي منين جبتي الاثنين؟ من هون. انا استبدلت يعني y dy عبارة عن du على 2، y dy عبارة عن du على 2، فصار عندك du على u أس 3 على 2 و 2 هي إجت لهون. هذا بيضل كما هو. تكامل هذا عبارة عن u أس سالب نصف على سالب نصف. حدود التكامل من صفر لأي. كيف صار هذا؟ اليو أس 3 على 2 طلع لفوق بصير يو أس سالب 3 على 2. سالب 3 على 2 سالب 1 تطلع سالب نصف، وتساوي سالب 2 على بعد ما رتبناها على جذر اليو. السالب مع السالب بيروح بصير عندك كي في لمدة. عوضنا على جذر اليو. جذر اليو عبارة عن جذر إكس تربيع زائد يو تربيع. هذه هلا منرد منعوض وتساوي لثابت كولوم في لامدا. منعوض هلا مين المتغير هذا؟ مين الثابت هذا؟ إذا بصير عندك واحد على جذر إكس تربيع زائد إيه تربيع ناقص واحد على إكس، لأن هذه صفر. بنفس الطريقة للسالب. إذا بصير عندك المجال الناشئ عن الشحنة الموجبة عن هذا سيساوي هذه القيمة بنفس الطريقة بالنسبة للسالب. إذا المجال الكلي يساوي مجموع، وهي رسمته، هي اتجاهه. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء والتشجيع.